السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقوم جمعية نجوم القصر الرياضي بمساعدة مؤسسة البنك المغربي للتجارة والصناعة بتوزيع قفة العيد لفائدة الأسر المعوزة، الأسر اللي كاين فيها أرامل، يتامى والمطلقات. وكنشكروا مؤسسة البنك المغربي للتجارة والصناعة المساعدة المادية العامة اللي كتساعدنا باش كندخلوا الفرحة والسرور على هذه الأسر المعوزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشينا على الدرب اللي ديال السنة المنفرطة اللي فرقنا فيها جوج مرات قفات رمضانية بمناسبة هذه الجائحة، استمرينا في نفس السياق في هذه السنة، واستطعنا يعني بمساهمة البنك المغربي للتجارة والصناعة هيلب تو هيلب باش نمشيو في نفس السياق وندخلوا الفرحة في هذه ليلة العيد إن شاء الله على بعض العائلات المعوزة. وتنشكروا جميع المفعاليات اللي كتسهر معنا، وبالخصوص جمعيات الأعمال الاجتماعية للبنك المغربي للتجارة والصناعة هيلب تو هيلب، وشكرا لكم. كنشكر الإخوان ديال جمعية نجوم القصر للأعمال الاجتماعية ولو كود بوس بي ام بي باريبا اللي كيديروا هذه الالتفاتة كل سنة، وهذا السنة الحمد لله كنا حاضرين وبغاو يدخلوا الفرحة على العائلات اللي متضررة بالكورونا سورتو هذه السنة، اللي صراحة زرنا بزاف العائلات اللي محتاجين ومحتاجين بزاف لهذه المساعدات. وكنتمنوا ان هذه الالتفاتة تكون مجميع الجمعيات المغربية. وكنشكر تي في فاس على الحضور ديالها وانها متواجدة دائما في هذه الأعمال الاجتماعية، وشكرا لكم.